4 أيار 2024، يسعد صباحكم بهالنهار الجديد مشاهدي قناة سما الفضائية. عم نطلع عليكم بالبث المباشر اليومي ضمن حصتكم وحصتنا، لنتلاقى سوا بمواضيع مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة. إن شاء الله يا رب تنال اهتمامكم، ونحن بفريق إعداد صباح الخير على قناة سما الفضائية نكون حريصين على رجع الصدى منكم دوما على الإنستغرام، على فيسبوك، على منصاتنا، وأيضا عبر أرقامنا اللي ممكن نتواصل فيها معكم وتتواصلوا فيها معنا، ناخد شو أنتوا حابين نطرح مواضيع، إن كان طبية إن كان ثقافية وغيرها. يسعد صباحكم وصباح الخير يا هبة. يسعد صباحك يا ورد، ويسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يعني دايما منحب هيك إنه نحنا نتشارك نحنا وأنتوا مجموعة من الأفكار أو القصص يلي صايرة، أو ممكن مثلا نصيحة. اليوم كنت عم قلب بالإنستغرام، فطلع لي مقطع فيديو ورد بيقول إنه خلي لوجودك قيمة. قد ايه مهم اليوم انه عن جد نخلي لوجودنا قيمة، نتواجد بالشخص الصح مع بالاماكن الصح مع الاشخاص الصح، مو دائما نكون متاحين. قد ايه مهم اليوم عن جد نترك مسافة بيننا وبين الناس، قد ايه مهم اليوم انه نترك عن جد لزعلنا قيمة، ما نزعل على اصغر الاسباب صح. اذا فينا نقول كرمال يبقى لهذا الزعل في قيمة، كرمال وقت نزعل العالم تاخذنا على محمل الجد. كثير من الأوقات يمكن ما بنعرف نترك مسافة بيننا وبين الأشخاص حوالينا، ويمكن هذا الشيء بيخلينا عرضة للمشاكل أكثر. يمكن بكثير من الأوقات بنعطي بوقت نحن لازم أو نحن بحاجة إنه الناس تعطينا. صحيح. نحاول دائما إنه نعطي وناخذ العطاء دائما من دون أي مقابل، بيخلينا عرضة للاستغلال من الناس يلي حوالينا. فهيك إن شاء الله هيك أيامكم كلياتها بتبقى فيها الخير بعيداً عن الاستغلال. ما بعرف أنت شو رأيك بهذا الكلام؟ أنا رأيي إنه هون تذكرتيني بقانون، تعلم أن تقول لا. لا، تعلم تقول لا. Learn how to say no. كتير من الناس متاحين ومباحين باختراق مساحاتهم النفسية، بالتعدي على خصوصياتهم، لأنه ما بيعرفوا يقولوا لا. فلذلك ألو، في كلاسيكو بين برشلونة والريال، يلا قوم ننزل. يلا نزل، قوم انزلي معي على السوق يا رفيقتي. ايه أنا مالي مشغولة، ما عندي أهداف، قاعدة بالعتم فاتحة ريلات عم شوف تيك توك وقصص. يلا بنزل على السوق، أنا ما عندي أهداف أسعى فيها لحياتي، فبكون أسعى لأهداف الناس. صحيح. فلا، مثل ما قالت هبة، خليك أنت موزن شوي ببعض النقاط، خليك عارفان وين متجه، مثل ما نحن عارفانين وين رح ناخدكم خلال حلقة اليوم. حلقة اليوم كتير مهمة رح تبلش من بعد شوي. وانه في كتاب بيقول تعلم كيف تقول لا، قلت له انه انا هلا لازم اخذه منه لهذا الكتاب واتعلم منه، لانه عن جد بالفعل الواحد وقت يقدر يقول لا بالبدايه لحاله يمكن لاحقا يتعلم يقول لا لغيره بالمواقف يلي ما بتناسبه. اكيد حلقتنا لليوم مليانه بصباح الخير عناوين ومواضيع وافكار بتهم اغلب افراد الاسره السوريه. اكيد رح نعرف ابرز عناويننا لليوم بهالعرض السريع. من
بحلقة اليوم رح نمر أيضاً على أحدث وأهم الدورات التدريبية اللي عم تقدمها أكاديمية ستيلا دي مودا. البروكار والأغباني عنوان دمشق العريق على مر الزمن. وأيضاً حنحكي عن كيفية اختيار المشروع المنزلي المناسب لزيادة الدخل المادي. قصر القامة عند الأطفال أسبابه وعلاجه، هذا هو موضوعنا بفقرتنا الطبية. ومكملين بحديثنا الطبي لنحكي عن الأطعمة يلي بتقوي الذاكرة وبتقلل من النسيان. حلوين عناوين حلقتنا لليوم، منوعات من هون وهونيك، وهذا هو المهم بهيك إغناء الذائقة لجماهيرنا. تعالوا لنروح لعند الشيف بشرة يلي تغني الذائقة دوماً بوصفاتها ومقاديرها. صباح الخير يا شيف. صباح الخير ورد. صباحك يا شيف، شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم رح نعمل اكلات صحيه، رح اعمل كيكه العدس. ما تستغربوا من الاسم، هلا هي اكيد كيكه مالحه ورح استعمل فيها العدس بديل عن الطحين العادي او الطحين القمح، ورح نعمل تبوله الكينوا، يعني هي مثل التبوله العاديه بس رح نستبدل البرغل بالكينوا. رح احكي كيف بنستوي الكينوا وانواعه وهالقصص. تمام، هلا تبوله الكينوا اوكي، بس كيكة العدس؟ كيكة العدس بدل طحين عدس، هي جديدة. يعني جديدة ومو بس من عنا، بس من عند الشيف بشرى. هلا رح احكي ليش يعني نقيت العدس بالذات، هلا بنحكي عنه. تمام، على فكرة حتى العدس له كثير انواع، حنشوف اي نوع حتستخدمي. شكرا يا شيف. عفوا، يعطيك العافية. العافية. يعني العديد من الاخبار تم تنقلها لليوم عبر مختلف وسائل الاعلام حول العالم. بدورنا اخترنا ابرزها وحبلش لكم باول عنوانين. رح نتعرف اليوم على مهدي كريرا اللي حول العلب المعدنية المستعملة لدمى في قطاع غزة، وانطلاق أيضا مهرجان بريكسن في منطقة جبال القلب. هاي المهرجانات اللي دائما بتكون سنوية وبتلم العالم على نشاطات وتفاعلات بناءة. صحيح يا ورد، أكيد نحن أخبارنا ما خلصت هون، فحنحكي أيضا عن عرض لفرقة أبا بمدينة مالمو السويدية وعم يحظى بالإعجاب الكبير. وأيضا حنتطرق لعند فنانو الشارع اللي عم بيحولوا العاصمة الإسبانية لرواق للفنون. هي كانت مجموعة من العناوين حول العالم لليوم، أما التفاصيل فبها العرض السريع. جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها من فلسطين. على طاولة عمل من الطوب بقطاع غزة عم ينشغل صانع الدمى مهدي كريرا بتحويل عبوات معدنية مستعملة لألعاب متحركة صغيرة لترسم البسمة على وجوه الأطفال بسبب الحرب المستمرة من 6 شهور. رح ننتقل على إيطاليا، فأقيم مهرجان الماء والضوء لتسليط الضوء على قضايا المناخ. فنانين محليين وعالميين حولوا مواقع مائية ومباني تاريخية لمعرض بالهواء الطلق، وبينصب تركيز الأعمال الفنية على الجوانب البيئية، وتم عرض 36 عمل ل 17 فنان من حول العالم. رح نكفي على السويد. تجربة جديدة بمدينة مالمو جنوب السويد مخصصة لفرقة أبا، وبتتمثل التجربة بتخصيص معرض بيتضمن ممتلكات وأزياء الفرقة، إضافة لعروض حية بعد مرور 50 عام على اللحظة الأكثر شهرة بحياة الفرقة يلي فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية بنسخة عام 1974. وبجولتنا الأخيرة رح نحكي عن فنانين الشارع يلي حولوا العاصمة الإسبانية مدريد لرواق للفنون بالهواء الطلق بفضل مهرجان بيتا مالاسانيا للفنون الحضرية يلي تم تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي. أكثر من 100 فنان من مختلف أنحاء العالم حولوا الشوارع للوحات منسوجة من وحي خيالهم.
يا صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد، وهلا صار الوقت لحتى نبدا باولى فقراتنا، ولكل الاشخاص يلي بيهتموا بعالم التجميل والجمال. فبتقدم اكاديمية ستيلا دي مودا العديد من الدورات التدريبية بما يخص الفنون التجميلية، وبدورة هي الدورات بتقدم الفائدة الكبيرة لكل متدرب بيتلقاها وحتى بيسجل فيها وبيلاقي تقدم واضح بهذا المجال، يلي بالفعل عن جد هي الأكاديمية تعتبر كاملة متكاملة صح. لتقديم كل المعلومات والفائدة لكل الأشخاص يلي حابين يتطوروا بهذا تماما. المجال. تماما، نوجه تحية لإدارة الأكاديمية والمدربين والمدربات الموجودين فيها، لأنه كانوا معنا على عدة أسابيع وإن شاء الله مستمرين. غير أنه الأكاديمية بتعمل دورات احترافية، أيضاً بتزج كتير خبرات بعد تخرج الطلاب بسوق العمل، وبتتابعهم دائماً للمتدربين يلي تخرجوا من عندها، وبتحاول تأمن لهم فرص عمل، لأنه هدف الأساسي هي رفد قطاع التجميل بأيادي خبيرة وماهرة تكون رائدة بيوم من الأيام وعندها مشروع المستقل والخاص. لنعرف أكثر عن هالتدريبات والرسالة منها، خلونا نرحب بضيوفنا يلي صاروا معنا بالاستديو، الكوتش علا مكارم، مدربة مينوكوريست دانتوليكو حاجات. هلا ما لقطناها تحت مينيكور وبيديكور. مينيكوريست، اوكي، مينيكوريست في اكاديميه ستيلا دي مودا، والكوتش لما الخطيب مدربه ميك اب ارتست في اكاديميه ستيلا دي مودا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. هي جديده، هي مينيكوريست. مينيكوريست، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. يعني عالم الجمال والتجميل وهدول القصص الخاصه بالصبايا واللي صاروا بيعتمدوها الشباب، يعني عالم واسع بحاجه دائما، لا منتهي تماما، بحاجه دائما لتدريب وتاهيل. وحتى لو الشخص كان عم يشتغل فهو كمان بالفعل بحاجه لاعاده هي الدورات، لانه دائما في تطور مستمر. حبلش من عندك، خبرينا شو اول القصص يلي ممكن تعتمد عليها اكاديميه ستيلا دي مودا والنقاط الاساسيه بعالم التدريب. اول شيء نحن بنهتم كثير انه نلاحق اخر تطورات التكنيكات الجديده، يعني دائما عندنا نحن مناهج تدريبيه جديده، مثلا اللي كنا عم نعطيه السنه الماضيه السنه هاي في زياده عليه، في تطور، في تكنيك جديد أكثر. تمام، وحريص كثير الاستاذ محمد خوادري رئيس مجلس الاداره على الاجتماعات الشهريه، عندنا كل شهر اجتماع لنطور مهارات، لنطور مناهج، لنطور مناهج التدريب، لنعطي دوراتنا باعلى كفاءه. تمام، يعني هذا الشيء جميل، لأنه عالم التدريب عالم واسع ومتطور، واللي ما بيواكب الترندات الجديدة بيخرج من السوق. صحيح. يعني ما عاد يقدر السوق يستوعبه. رح ننتقل عندك أستاذة كمان الميك اب ارتست، هي شخص بيعطي روحه قبل ما يعطي التكنيك، بيطلع لمسته الفنية. صحيح. قديش بتكوني قريبة من المتدربين بموضوع خلق اللمسة الفنية الجمالية قبل ما نتعلم نمسك الفرشاية أو نمزج المواد؟ هي القصص بدها تكون هي الشخصية الصبية نفسها بدها تكون عندها لمسة أو روح خاصة فيها بالميك اب، شغف، إذا ما شغف تماما، إذا ما كانت موجودة عندها فهي شوي رح تكون عبارة عن مبادئ تعلمتها وعم تطبقها على البشرة لا أكثر ولا أقل. غير الصبايا اللي بيكونوا متميزين يلي عندهم هي اللمسة اللي عم أقول لك عليها، هن اللي رح يبدعوا، رح يعطوا أشكال كثير حلوة بالرسم. بالنهاية يعني الميك اب نحن نعتبره فن، صح، فهو رسم على الوجه، فاجباري لازم تكون الصبيه عندها مبادئ اساسيه بهي القصه لتقدر تعطي ابداع. شلون لازم تجمع هاي المبادئ؟ يعني لنفترض اجت لعندك صبيه طيب على ستيلا دي مودا وقالت لك انا ما بعرف شيء بعالم المكياج ابدا، شلون بتبلشي معها؟ بلش معها بالاساسيات. لازم نبدا في خطوات اساسيه رح نبدا معها للصبيه، من هي الخطوات فانا بكتشف شخصيتها هي قادرة تكون ميك اب ارتست ناجحة او لا. تمام. طيب اذا بدنا ننتقل شوي لعالم المينيكوريست، قلت صح؟ صح. يعني مينيكور وبوديكور هدول التفاصيل يلي عن جد كثير مهمة بالنسبة للصبايا. اكيد كل يوم في شيء جديد مثل ما حكينا، اكيد في تقنيات جديدة بتعتمدوها بالاكاديمية، ودائما بتحرصوا على تقديم كل شيء جديد للمتدربين وايضا المدربين مثل ما حكينا قبل. شو اخر التقنيات في هذا المجال؟ هلا نحن بنعرف انه الاكريليك ضلوا على 40 سنه ما تطور ابدا. بالعشر سنين رجع الاواخر نزل الجيل اللي هو اخف على الضفر ومرن، صح،
مرن، يعني بتحسي شيء خفيف على الضفر. بعدين الثالث التقنيات، نزل الفايبر، نزل البوليجيل، هو الاكروجيل، هو ما الاكروجيل ماركته البوليجيل، هو اكريليك وجيل. بعدين هلا نزل الاكس جيل اللي تفرع منه الفي اي بي جيل والسوفت جيل وهيك، وتقنيات كل يوم بيجي شيء جديد. تمام. ودائما نحن حريصين انه ينزل بدوراتنا. دائما كل تكنيك جديد بينزل بدورات، يعني لازم دائما يكون في متابعه لكل القصص الجديده لحتى نعرف نحن كيف عم نطور بهي الاكاديميه ونعطي دائما المعلومات الجديده لكل المتدربين. واكاديميتكم مشبكه، انا بعرف على تواصل مع الاداره، يعني مشبكه خارج سوريا مع ناس في اوروبا، مع ناس في امريكا، بالخليج، لحتى على طول شو في تقنيات جديده نضل نحن اب تو ديت. نرجع لعند الميك اب ارتست اليوم، نحن بدنا نفتح مشروع خاص. تمام. نكون واقعيين، معظم المتدربين اللي جايين لعندكم مو بس شغفا بهذا المجال، هن حابين يفتحوا صالونهم، حابين يبلشوا يمكن من غرفه ببيتهم، حابين ياخذوا مواعيد خاصه لحتى يجيبوا انكم مرتب كل راس شهر. قديش ممكن ترسموا مسار مهني صح للمتدربين والمتدربات عندكم ليبلشوا يعملوا مشروعهم الخاص اللي بيجيبوا منه مصاري؟ تمام. هذا الحكي بيصير خلال التدريبات اللي أنا بعطيها للصبية أو نحن بنعطيها للصبية. إذا كانت هي واصلة لمستويات كتير تمام بالشغل، فهي تقدر تفتح مركزها الخاص أو ببيتها أو بغرفتها وين ما كانت تكون، أو تستلم الزبونة رفيقتها مين ما كان وتعمل لها الميك اب. بس إذا كان مستواها كتير ضعيف وهي مفكرة حالها مثلا أنه قدرانة تعمل هذا الشيء، فهي ما لح تنجح فيه. ففي مستوى معين لتوصل فيه الصبية لحتى تقدر تمشي بهاي الخطوات. ودوراتكم بالميك اب انتم مستويات؟ مستويات. تمام. كم مستوى بالدورات؟ بنبلش عندك المبتدئ، المحترف، المتقدم، في عندك الماستر. اوكي تمام. طيب اذا بدنا نرجع ننتقل هيك لعالم المانيكوريست والاظافر والتفاصيل اللي بيحبوها الصبايا، كثير عم نشوف اليوم انه هي القصه صار يلا مين من كان نحن بنلاقي اشخاص يشتغل. عم تشتغل، وسواء كانت شغلت. عامله هي الكورسات او مو عامله اليوم اكاديميه. تماما شغلت المال وشغله اليوم، يعني وين ما رحنا بنلاقيهم. طيب بأكاديمية ستيلد مودا اليوم في طرق مهمة لتهيئة أكيد. وتدريب أكيد. الأشخاص أكيد. وبيمرقوا بعدة مراحل ومستويات. تمام. أكيد بإشراف أمهر المدربين. شو هي المستويات يلي بيبلشوا فيها؟ أول شيء نحن بنبدأ مبتدئ، في صبايا ما بيعرفوا معنى مانيكوريست، ما بيعرفوا التفاصيل، بيعرفوا برد ولون. صح. مانيكور العادي اللون نيل بولش. بنبلش معهم من المبتدئ، بعدين متقدم، بعدين مزاول، انه هاي الصبيه قادره انه تكون بصالون بس تحت اشراف حدا. بعدين عن المحترف، بتفوتي عن المحترف. نحن خلصنا من هول المستويات، بنفوت نحن لمراحل. خلصنا الاحتراف بنفوت لمراحل، ممكن يكون هي رفع كفاءه، رفع مهارات. ممكن تكون الصبيه بالدوره هي زميله لإلي بصالون ثاني. تمام. بس هي ما عندها آخر تكنيك المينيكوريس. طب كيف بيتم التواصل مع المتدربين؟ يعني إحنا خلصنا هذا الكورس وأنا أخذت الشيء اللي أنا بدي إياه من هذا الكورس. أيوة. معروف عن الأكاديمية أنه دائما تبقى على تواصل في جروبات خاصة جروبات على مع المتدربين، بتضل سنة أحيان أكثر، دائما الصبايا بيتواصلوا معنا ونحن يعني بالخدمة أيمت ما حكوا. يعني هي مو فترة نحن عملنا هذا الكورس وخلص. أبداً ستوب. فدايما بيتم يعني التواصل، يعني بتشوفي على الواتساب أكثر من جروب. وكلنا الحمد لله متواصلين معهم، وأي فكرة بيطلبوها أي شيء زيادة أبداً أبداً. عندنا سخاء بالمعلومات الحمد لله. بيقولوا لك كوتش علا لحقيني، ارتكبت فلان قصة خطأ، شو بدي أعمل مثلاً؟ فبتساعدون أكيد. طيب حكينا ببداية الفقرة أنه هدف ستيلا دي مودا مو بس انه ندرب ونعطي خبره عمليه واكاديميه، هدفنا كمان نساعدهم نحطهم على اول الطريق ليبلشوا مشروعهم الخاص. كوتش لما قد ايه ممكن يكون متابعتكم ما بعد انتهاء الدوره فعال؟ ذكرت الكوتش علا انه ايه في جروبات وعم نتواصل، ولكن اليوم هل يكفي المتدرب يحضر الكورس كورسين وبعدين ينقطع؟ اكيد لا، ما فيه ينقطع.
مجرد انقطعت انت عن الشغله فانت فقدت كل المعلومات اللي انت اخذتها. طيب شو بتنصحون ما بعد انتهاء الكورس؟ يضلوا متابعين بتدريباتهم ان كان بالبيت او انه ينتقلوا لصالون يتدربوا فيه يشتغلوا على حالهم شوي، اما يوقفوا تدريبهم فهذا هنا كل شيء اخذوه اعتبروه نسيان. تمام، ما في يعني يوقفوا هذا الشيء. مصلحتنا او المهنه تبعيتنا هي مواكبه، كل يوم في تطور. يعني انا اذا اخذت هذا اللي اخذته بالكورس منهاج اللي اخذته وقفت عنده، انا بعد شهرين في عندي شيء جديد رح يطلع. تمام. وفي منافسه طبعا، منافسه مو بس بين اللي عم يشتغلوا بالصالونات، منافسه حتى بين المدربات. اكيد في منافسه. كميك اب ارتست وهيك فانتازيا ميك اب بتعمليه وبتدربيه بالاكاديميه، قد ايه بتشوفي المنافسه عالية بمستواها بين المدربات والمتدربات؟ بيناتنا نحن المدربات المنافسة كتير حلوة، وهذا الشيء أساساً اللي بيخلينا أنه كل واحدة عندها تريك معين هي مبدعة فيه. يعني ما بتلاقينا منشبه بعضنا باللوكات اللي نحن بنعملها، كل واحدة إلى خط معين. أيوة، كل واحدة إلى شغلة المعين. لو كنا أساساً كلاتنا منشبه بعض كانت المنافسة ما كان في داعي للتعددية. ما كان في داعي أبداً للمنافسة، ويمكن ما كان في شيء جديد ممكن تقدموه بالأكاديمية. يعني المعروف عن هاي الأكاديمية أنه دائماً بتقدم كل شيء جديد وكل شيء مميز وكل شيء حصري وبتتابع للآخر. اليوم كمدربات بأكاديمية ستيلا دي مودا، مجموعة من النصائح ممكن أنه تقدموها للصبايا، ويمكن في شباب للشباب يلي شباب. للشباب يلي موجودين وعم بيكونوا متدربين، مجموعة من النصايح بتحبوا توصلوها دائما كفريق عم بنكون بهي الأكاديمية للأشخاص يلي عم يتدربوا. أول شغلة، الصبية أو الشاب يلي حابب يفوت هي المصلحة أو يحترفها يكون عنده التقدير لإلها، الاهتمام فيها، ما يستصغر فيها، يعني ما يهملها. الإهمال رح يوديه لمطرح تاني هو بعيد عنه أبداً، بعيد عن أحلامه اللي كان هو متوقعها لما فات بهي المصلحة. تمام. ومثل ما ذكرتوا ما يعتقد أنه اكتفى. اليوم لا عم نشوف مكيارية عالميين ومينيكوريست عالميين كمان، لساتهم هن عم يعملوا كورسات وعم يتابعوا ولسه عم يعملوا مؤتمرات لهذا الموضوع. أكيد. وعم نشوف بكل سيزن صيف ربيع خريف شتاء عم يعملوا ملتقيات لحتى يتبادلوا الخبرات بعد ما يتموا كل مستويات التدريب. كوتش علا، المتدربين. أيوة. والمتدربات خطوة التالية شو هي؟ عنا رفع الكفاءة. قبل رفع الكفاءة عنا التمكين. لازم يشتغلوا يعني إما بصالونات، نحن بنفرزهم على صالونات تأمين فرص عمل، بس بيكونوا تحت إشراف مدربين. يعني في ربط بسوق عمل، أنتوا حضراتكم بالأكاديمية بتعرفوا أنه في فلان صالون وفلان شخص عم يطلب مثلاً ميك أب أرتست، عم يطلب حدا بيهتم بالبشرة، عم يطلب حدا بيهتم بالأظافر، فبتشبكوهم. تمام، نحن عاطينهم القواعد الأساسية، متدربين عنا متمكنين، بس لازم تدريب مستمر. فبتكون تحت أخصائية بصالونات. طبعا بتفرزها الأكاديمية، يعني بيفرزون متدربين على صالونات تهيئة فرص عمل لإلهم. يعني بعد ما يخلصوا من عنا عندهم فرصة عمل طبعا للمتميزين. يعني تماما. أوكي. انا جاي اقول لك انه الاشخاص المتميزين دائما بيحبوا انه يلاقوا فرص طبعاً. عمل ودائما اكاديميه ستيلا دي مودا بتحاول انه دائما توصل هدول الطلاب مع سوق العمل. أكيد. الاشخاص المتميزين اللي بعدنا نحن عم نحكي عنهم وقت يخلصوا من مرحله التمكين والتدريب يلي عم يمرقوا فيها اليوم، كيف عم بيكون التفاعل؟ يعني وقت انتم تجوا لعند الاشخاص تقولوا نحن عندنا فرصه عمل مميزه لكم، او نحن عم نقترحكم للمجال يعني الفلاني، قد ايه عم بيكون في تفاعل؟ وقد ايه ممكن يكون هذا الشيء عن جد ممكن يرجع رده فعل من هدول الاشخاص انه نحن لا حابين نطور من حالنا اكثر؟ الصدى اللي عم تعطوه المتدربين لبرا كثير عظيم، انه انا فوت على الاكاديميه انا ما بعرف شيء، ميك اب شينيون مينيكوريست ما بعرف شيء، انا عم اطلع محترفه، عم اطلع انا من ولا شيء لانا شخص محترف. محترف. تمام. وعندي عندي مهنة. عندي مهني. حلو. عندي مكسب مادي، عندي وجودي بالمجتمع. والله وهالمهنه أستيكي. وهالمهنه يعني كثير فكتير شيء حلو يعني. هالمهنة مربحة صراحة. ايه يعني الحمد لله. على الأطفر قد ايه عم تاخذوه؟ لا تجاوب. بس هو بتعرف في فرق عن جد، في فرق بين انه عن جد اشخاص بيحبوا هي المهنة وبيعطوا من قلبهم، وفي اشخاص عن جد عم يدخلوا على هذا المجال كرمال الربح المادي. والأحلى تجمعي بين اثنين. الأحلى انه تطفل تماما. ايه؟ لأنه مو المكسب المادي الأهم، الشغف.
محبه المهنه انه انا بصور ريلات بصير وبعمل على الانستغرام وما اكثرهم كوتش صح؟ كتار. والله كتار بس مو كلهم ناجحين صحيح. بالنهايه في اتقان بالعمل، المتقن عمله والمهتم فيه هو اللي رح ينجح بالنهايه. ختاما وب 30 ثانيه حضراتكم بدنا نستثمر وجودكم مو بس لنحكي عن ستيلا دي موضه، صيف 2024 بالميك اب شو الترند، شو الموضه، شو الالوان؟ الالوان اللي لابسينه انا وياه هو نفس الميك اب اللي عملته انا خلص ثلاث هذا الترند لصيف 24. اوكي وبالاظافر الموديلات شو؟ الموديلات السنه البيرلا والميرور اكيد انت ما حتعرف فيهم. انا حاسس وانا ما حعرف فيهم يعني انا فريش. البيضة بودرة اللولة كثير كثير مسيطرة على السنة والميرور. اوكي مشاهداتنا اكيد يعني انتم اخبر مننا بهالمواضيع اكيد اذا ما فهمتوا فيكم تتواصلوا مع الاكاديمي لانه ما بعرفهم. اوكي حلو انه في شغلات جديده موجوده دائما. شكرا لوجودكم كوتش لما كوتش علا ومنورين دوما. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم يعطيكم الف عافيه ويسعد صباحكم. وهلأ صار الوقت نروح لعند الشيف بشرى لحتى نعرف شو مقادير طبختنا لليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والبركه. اليوم وصفاتنا الصحيه رح نعمل كيكه العدس وتبوله الكينوا. رح بلش اكيد بكيكه العدس، يعني هي اسمها شوي هيك غريب، وهلا رح تكتشفوا انه المكونات يعني تقريبا متوفره بكل بيت. ليش كيكه العدس؟ خلوني هيك بلش بالخطوه الاولى ورح لكم انه ليش نقيت هي الوصفه لليوم. هلا بمقلايه على الغاز رح بلش بربع كوب من زيت الزيتون، ورح احط معاهم حبة بصل حجمه وسط مفرومة. هلا انا فرمتها جوانح بس اكيد فيني افرمها بالطريقة اللي بدكم اياها، لانه اخر شيء رح اطحنها مع المكونات الثانية تبع الكيكة. بس انا قطعتها هيك جوانح، في حال حبيتوا تتركوها جوانح اكيد فيني يعني فيني اتركها بالطريقة اللي قطعتها فيها. انا لما بقول اكل صحي دائما لازم يعني حاول انه فوت كثير عناصر غذائيه لاكلي الصحي، يعني لازم يكون في عندي تنوع كثير كبير، ومو شرط انه انا اذا بدي روح على الاكل الصحي يعني روح للمكونات اللي هي مثلا غاليه او يعني اسعارها اغلى، لا انا ممكن روح للاكل الصحي ونوع بالمكونات واستعمل شيء من اللي موجود عندي بالبيت. فيعني هذا أول سبب. طبعاً أكل الصحي سواء كان لأنه أنا زيد وزن نقص وزن أو أنا هيك إنه لايف ستايل تبعي يكون أكل صحي. هلأ هون رح وطي نار شوي تحتهم وأترك البصل هيك ليبلش يتكرمل عندي. رح أحكي عن العدس، عم بستعمل العدس الأحمر أو المجروش. عندي كوب من العدس نقعته صار له ساعتين منقوع العدس بمي فاترة، بعدين غسلت العدس كثير منيح وصفيته من المي. شو رح أحط مع العدس؟ عندي حبتين من البيض، مع البيض رح أضيف معلقة صغيرة من خل التفاح، وكمان رح أحط عندي هون معلقتين من اللبن، ورح أضيف معاهم البهارات. هلأ البهارات أنا رح لكم شو اللي بستعملهم بالعادة، بس أكيد أنتوا شو بتحبوا شو اللي موجود عندكم فيكم تضيفوا أو تبدلوه بشي تاني، يعني هي بترجع لكم. عندي أكيد الملح والفلفل، عم استعمل نص معلقة صغيرة من كل نوع، ملح وفلفل أسود، كمون وبابريكا أوريغانو، بودرة بصل وبودرة ثوم، هدول رح أضيفهم كمان معاهم. هلأ هون رح قلب شوي، ورح أضيف عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أكيد البيكنج باودر رح يعطيني هيك قوام هش للكيكة، يعني أكيد العدس فيه كتير فوائد. ومثل ما قلت يعني لازم فوت العدس لنظامي الغذائي. طب يعني ممكن نحن نفوتها عن طريق الشوربة، يعني نحن متعودين انه كل ما صار برد او نزل مطر دغري نعمل شوربة عدس، وبهيك حالة فيني فوتها. بس ميزتها هاي الوصفة انه انا فيني اخذها، يعني فيني اخذها معي اذا مثلا انا عندي دراسة لوقت طويل برا البيت او شغل، فيعني بصير انه سهل انه انا اخذها. اكيد العدس يعني فيه فوائد كثيرة، زائد انه بيعطيني احساس بالشبع كمان لفترة طويلة، فيعني هذا هو السبب. هلأ هون عندي البصل بلش ياخد لون، بالعادة بتركه شوي أكتر ليصير البصل هيك شوي
اشقر اكثر من هيك، بس يعني حتى هيك تمام طلعت ريحه البصل مع زيت الزيتون وبلشت هيك الروائح الطيبه تطلع عندي. رح طفي النار، ما رح ضيف هلا هذا المكون انا دغري، بدي اترك بس الزيت يهدى شوي يبرد، باعتبار انه انا عندي بيض هون يعني ما رح ضيف البصل والزيت دغري. هلا اللي رح اعمله انا هون ما رح كمل، بس رح قلكم شو رح نعمل. عندي خليط العدس اللي حطينا له البيض مع اللبن مع البهارات مع البيكنج باودر، بس برد عندي الزيت شوي مع البصل رح ضيفه فوقهم، وبعدين رح اطحنهم سواء بالخلاط او بالهاند بلندر، يعني مو طحن كتير، يعني مو شرط انا اطحن لحتى يطلع عندي المزيج كتير ناعم، لا يعني شوي طحن بس لحتى وقت يفوتوا بالفرن يكون القوام هيك قوام الكيك يعني يكون عندي ناعم وطري. بعد ما اضيف الزيت مع البصل رح اضربهم بالخلاط لينعم عندي القوام، واذا حسيته كتير سميك ممكن اضيف معلقة او معلقتين من المي. بعد ما اضربهم بالخلاط رح اضيف نص كوب من الجبنة، عم بستعمل الجبنة البيضاء، ورح أضيف كمان عندي خليط من البذور، رح أضيف قسم منه بقلب الكيكة والقسم الثاني رح أتركه لحتى زين فيه الوش. شو هن خليط البذور؟ أكيد فيكم تستعملوا شو اللي متوفر عندكم، بس أنا بالعادة بستعمل شيا وكتان وحبة بركة وسمسم ودوار الشمس وبزر القرع، هدول اللي بستعملهم. هلأ صينيتي أنا رح أدهنها بشوية طحينة وجهز الخلطة وحطها بالفرن على حرارة 180، رح تاخد بين 30 لل 35 دقيقة. هلأ أكيد رح ترجعوا لعند ورد وهبة تعبوا باقي الفقرات، وانا رح ارجع لاقيكم بالفقره الثانيه لنحضر التبوله مع بعض. تسوقت دوق هالكيكه، رح دوق يعني لاعرف انا متاكده انه رح تعجبك. يلا شكرا شكرا شيف، سلم ايديك يا شيف ويعطيك الف عافيه يا رب. يعني مع الظروف الاقتصاديه الصعبه يلي عم بنواجهها كلياتنا، كثير من الاشخاص عم بيحاولوا انه يخلقوا بدائل بحياتهم مثل مجموعه من المشاريع المنزليه بالاضافه لشغلهم الاساسي، كرمال بس انه يزيدوا من دخلهم المادي ويستثمروا بوقتهم بالبيت بشيء كثير مفيد لإلهم ويجيب مصاري يعود بالنفع المادي لإلهم، وحتى يطوروا من المهنه تبعهم. تمام تمام، يعني كلمه مصاري اليوم ضروريه جدا مشاهدينا، يعني بعرف هذا وجع كل السوريين، وما حدا يخجل يقول انه انا بحب المصاري، كلنا بنحب المصاري بس نعرف كيف نجيبها بطريقة مستمرة ودائمة وبطريقة يكون فيها نفع لنا وللمجتمع ولأفراد عائلتنا. وفي ناس قاعدة حاطة إيد على إيد تانية وعم تشوف إنه شو بدي أشتغل، وبالوقت نفسه في ناس عم تشتغل شغل واثنين وثلاثة وأحيانا أربعة وما عندها مشكلة. في ناس بتقول يلا الله أبداً. بيرزق تمام، قاعدين هيك الله بيرزق، بس في الله بيرزق بس اسعى يا عبدي لا اسعى معك، اعقل وتوكل. صحيح. لهيك اليوم خصصنا فقرتنا لنحكي عن كيفية اختيار مشروع منزلي قد يكون مناسب لنا ولقدراتنا، بالإضافة لصناعة هوية لمشروعنا ونعمل براندينج خاص وكيف نعمل له ماركتينج بطريقة صحيحة. تفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ المهندس حسام نشواتي، استشاري بتطوير الأعمال، وهو حضرته عضو بالجمعية السورية للتسويق. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني موضوع مهم جدا، كثير من الأشخاص عن جد بيحاولوا أنه يكون لإلهم أي شغل تاني يقدروا يعتمدوا عليه لحتى يزيدوا العائد المادي، لأنه كلاتنا اليوم صرنا بظروف اقتصادية صعبة وبحاجة لأكثر من مردود مادي سواء عملنا الأساسي أو غيره. طيب أشخاص ممكن يكونوا قاعدين بالبيت، كهيك نصائح أولية كيف بيقدروا يختاروا الشغل يلي هن بدهم يبلشوا فيه بداية؟ أول شيء خليني أسألك أنسة هبة، قبل أنا كنت حاطط ببالي أسأل السؤال للأستاذ ورد، بعد تسألوا للاثنين. لا لكم بعد 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 الشغل الصباحي تبعكم شو بتشتغلوا؟ المساء شو بتعملوا؟ جاوبي هبة. أنا عندي بنوتة بيشتغل معها شغل بيساوي 10 أشغال. تمام. حقول شيء، أنا بقول لمتدربيني كمان وللطلاب على طول إنه لا يكتفى بال 2024 في سوريا بعمل واحد، كتير عيب لاقي حدا من أفراد الأسرة اليوم عمره فوق ال 20 22 سنة وقاعد بلا شغل، على أساس الشغل عم يقتل بعضه، لأنه ففي عدة أمور نحن بنشتغل فيها، يمكن نعطي كورسات، يمكن ندرب، يمكن نشتغل فريلانسرز، يمكن نحن نعمل من اختصاصنا الأكاديمي ألف شغلة، ما بدي أخذ أنا أجوبتك ولكن لا، هذا تمام. اللي لازم تمام. يصير هو هي الفكرة نحن اللي عم نحكي عليها، نحن اليوم إذا بتجي للواقع عنا عدد ساعات وقت كتير كبيرة عم نقضيها بلا شيء.
اما بالسوشيال او بالسهرات او بالروحات او هذا العمل ان كان منزلي او خارج المنزل هذا ممكن استثماره بشكل كثير كبير. لذلك نحن هون اللي بدنا نبلش ندور على شو نحن بنقدر او بنبرع فيه بداية كمشروع. اليوم عم نحكي على منزلي صغير جدا. أنا اليوم شلون بقدر أبرع بهذا المشروع لحتى أقدر أسوي؟ لا يمنع مثلا أنا اليوم عم أدرب بمكان أو عم بشتغل بعد الظهر بمكان تاني كمان رد أعمل مشروع منزلي يساعدوني فيه أهلي إخواتي رفقاتي، مشروع متناهي الصغر خلينا نسميه. هلا رح نحكي أمثلة ونشوف شلون ممكن نحكي بشيء له علاقة بهذا الموضوع، بس لا يمنع انه انا اشتغله هذا الحكي، خليه استثمار للمستقبل، بجوز اول سنة ما يعطيني مردود ثاني سنة، فهون لما بيكون انا عندي شغل ثاني بعد الظهر ما عاد كثير انا مضطر انه انا احصل استثمار من هذا المشروع مباشرة، صار عندي اريح بانه مثل ما حكيت ابني براند، ابني اسم، اشتغله باصوله، اشتغله على مهله، اعمل تجاربي الخاصة لحتى يطلع ناجح، لحتى يطلع ناجح تسويقيا، لحتى اقدر اشوف الزباين شو احتياجاتهم، شو بدهم، شو ممكن اشتغل. تماما، على كل حال نحن نرغب بالربح السريع، ما عندنا صبر، بدنا نعمل مشروعنا بعد شهر نبلش أرباح، غير هيك الموضوع مو بهالسهولة أستاذ. يعني طبعا. أنا وأنت وهبة على الهواء المباشر على قناة سما عم نقول فيكم تشتغلوا، يلا في ناس بتختار تقعد بالبيت بلا شغل، في ناس لا هي وقاعدة بالبيت عم تشتغل، موضوع مو بهالسهولة. كثير من الناس عم يتحسروا حالياً، هنا عم يشوفونا لأنه جربوا مرة ومرتين وعشرة يفتحوا مشاريع وما مشيت بهالبلد، هيك بيقول لك ليش عم تفشل المشاريع متناهية الصغار؟ لأنه نحن عم نروح بمشاريع ريادة أعمال. اليوم أنا مع مشاريع ريادة الأعمال، بس أنا لما ما بكون رائد أعمال أو ما عندي هذا النوهاو أو المعرفة تبع البزنس وبدي روح بريادة أعمال بكون عم أكون بقعد بمكان غير مكاني. خلينا نبلش بمشاريع بسيطة، عم نحكي على كامل الجغرافيا السورية، مو بدمشق، يعني كخطوات بدائية مثلا بسيطة أمثلة. خلينا نحكي أمثلة اليوم المشاريع الزراعية واللي تعتبر سوريا بلد زراعية. اليوم أنا إذا ببلش مشروع زراعي صغير، طيب نجي بنقول أخي أنا بدي أرض وبدي اليوم مكان وبدي ليش ما نجرب؟ أنا جربت على البرندة عندي أزرع حشائش نعنع وبقدونس وكزبرة وهالأمور هاي. بدراسة من خلال أشخاص مختصين أنه أنا اليوم على البرندة إذا بزرع مجموعة بيسموها فلينة، هاي عدد من الفلينات، أنا قادر غطي احتياج تقريبا يعادل بين 700 للمليون ليرة شهريا بس من الفلينات اللي من الفلينات بقدونس وكزبره وفجل وبصل وهدول، يعني 10-15 فلينه اقلها انه انا ما عاد اتسوقهم من السوق هدول، او انزل بيعهم للخضر اللي عندنا بالحاره واخذ بدالهم كوسه وبيتنجان وبندوره. قال له كل يوم انا لحمر لك 10 جراس وشغل بيتوتي هذا وشغل يعني. بيتوتي وانا صار عندي اكتفاء ذاتي، هاي ببساطه وببرنده منزليه لا بدها احتياجات لا بدها اشيل بذور متوفره. طب هاي مثال، مثال اخر، مثال اخر اليوم نحن موضوع المنظفات قادر على كل حدا انه يعملوا ببيتهم، بس عم يعملوا ببيته ما عم يقدر يسوقه للعالم، عم يقدر يشتغل فيه ببيته، بس هذا ما بده رخصة هذا الموضوع. طبعا ما اليوم في جهات كثير صارت ترخص لك في اوكي، يعني انا منظفات مواد كوزمتيك مواد كيميكلز ما بده جهات معنيه مثلا وزاره التجاره الداخليه ما بده هون في عندك هيئه دعم المشروعات الصغيره في عندك هدول اللي هدول اللي بيعطونا الرخص المؤقته أوكي. ففي جهات كثير اليوم تعطي رخص، بس اليوم انا قرر اني اشتغل هذا المشروع واعرف شو ما هون. هلا بقى لما بدنا نبني مشروع بدنا نعرف شو احتياجاته، يكون مشروع قانوني، مو بدي اشتغل بس هيك تبع مشروع انه انا ما بدي ما حدا يعرف لا يكون نظامي وله اسم مشان انا بعد سنه أو سنتين يكون اشتهر. وهذا إذا بتلاحظوا ببداية الأزمة كتير معامل وكتير شركات اشتغلت ببيتها وطلعت 100%. معامل تعبئة مثلا بودرة عصير، أنا بعرف أحد الأشخاص بلش ببيته ببودرة عصير، واليوم من الشركات يعتبر الكبيرة. بعرف معمل حلاوة وشوكولا سائلة بلش ببيته واليوم من الشركات الكبيرة يعتبر. معامل منظفات 4-5 اللي صاروا اليوم لهم أسماء بالسوق موجودين وهم بلشوا ببيته. طيب. بس اليوم بلشوا صح اشتغلوا صح. نحن جايين نحكي عن هدول الطرق أو الأسس الصحيحة يلي بدنا نعتمد عليها، ولكن اليوم ما فينا ننكر إنه في موضوع الماركتينج بالتحديد أو التسويق للمنتج اللي أنا بدي إياه صار في عجقة. إذا فينا نقول السوشيال ميديا صارت مليانة، مين من كان صار بده أو عم بيحاول إنه بأقل القصص يلي صارت عنده سواء موجودة ذات قيمة عالية أو قيمتها غير مناسبة كله عم بيحاول انه يكون على السوشيال ميديا. طب انا اليوم مع كل هي العجقه كيف بقدر اني سوق لمنتجي وصدره بطريقه صحيحه
مينيموم للاشخاص اللي حوالي ولاقدر انا اطلع على اول درجات السلم؟ هلا بنفس الفكره، نحن مو بس تسويق الانتاج المنزلي، كمان نحن السوشيال هو جزء من الخدمات اللي ممكن تجيب مصاري، اللي هي اللي حاليا بنسميهم بلوجرز او الانستا او الفيس او هي العجقه اللي عم نحكي عنها. هدول العجقه اللي عم تحكي، هدول بمرحله معينه عم يتميز بعض الاشخاص منه. طيب بدنا نسال السؤال، ليش هذا الشخص اللي عم يتميز بال على الانستا ويصير هو ينزل على المحلات وياخذ منهم مصاري مقابل انه هو ينشر على صفحتهم او يصير عنده متابعين كثير؟ بس نعرف جواب هذا السؤال هو نفسه جواب التسويق. اليوم اهم جواب للتسويق او للمنتج او للخدمه اللي بدي اقدمها، ليش الناس بدها تاخذ الخدمه من عندي؟ اللي نحن بنسميها بالعلم الميزه التنافسيه، خلق الحاجه. انا بس جاوب على هذا السؤال، اي حدا بيشتري مني صارت سهله كثير. لهيك بنلاقي في 1000 واحد مثلا عم يحكي اليوم على الانستا عن المطاعم، بس في 4-5 هن المتميزين وهن بيقبضوا حق هذا الحديث. ليش؟ لانه له اسلوبه الخاص، له ميزه خاصه قدمها هو مختلفه عن هالألف واحد. نفس الشيء انا منتجي، اذا له نكهه خاصه، له شيء خاص فيه، واكيد موجوده والسعر مشان نطلع منه. الناس مو دائما بتدور، يعني هي المرحله الثالثه او الرابعه اللي بتدور على السعر الاقل او لا 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 لا، مو موضوع سعر. وانت لاحظي لما انت دائما هدفك معيارك هو السعر، بس انت ما بتشتري. صار المستهلك ذكي، صحيح، ما عاد ينخدع. عفوا من كلمه ينخدع، ما عاد ينخدع بالبهوره بطرح المنتج، ما عاد ينخدع بالباكجينج، ما عاد ينخدع بالتسعير، انه نحن مو 100 ليره حقه، لا هو 99 ليره. ما صار المتلقي كثير ذكي. فنصائح اخيره لحتى انا انطلق من جمهوري وابني. اول شيء فكر بالشيء اللي انا ممكن ابدع فيه واستمتع فيه بالشغل. دور على الشيء اللي بنجح فيه وشوف احتياج السوق، اخلق الحاجه. هلا لو ما كانت موجوده بدي اخلقها انا. مجرد ما قدرت انا اخلق الحاجه تبع السوق، فانا بقدر اليوم حتى لو كان منتج جديد ما له معروف، فيني انا نزله على السوق وفيني بيعه وفيني اربح فيه. وهذا اللي عم تساويه حاليا الشركات، بتلاقوا عم تظهر كل فتره منتج جديد. صح. ليش؟ لانه عم تقدر تنافس اليوم بالمنتج الجديد، لانه صار عندنا نحن البدائل كثيره، فصار انا بدي اجرب شيء جديد. انا يكفيني انه يجرب كذا حدا، كذا الف حدا، فانا معناتها حققت نجاح بالسوق. دور على هذا، بلش اسس مشروعي، اصبر عليه، اشتغله صح من البدايه، ما قارن بغيري، ما قارن والله ليكو هداك فورا ضرب كذا. اشتغلوا بنتائج سريعه يعني. تماما. ولا كمان اقعد اشتغل حسب مزاجي انا، وانا تماماً. شلون بحب، وانا بدي الزبون شلون بحب، وشلون هو النكهه اللي بفضلها او الشكل او الخدمه شكلها بفضلها، بحكي عقل الزبون. تماما يعني بالفعل. فهو لما بنجاوب ليش الزبون لا يشتري مني، بتسهل هاي العمليه. لازم يكون في اسس علميه. هلا مو لازم انا اكون اعرف بكل شيء، مالي شاطر بالتسويق خلي روح احكي مع رفيقي انت شاطر بالتسويق تاع سوق لي، ومالي شاطر بالتصميم خلي رفيقي يصمم. ما ضروري انا المشروع الصغير او المتناهي الصغير انا اكون المنتج والمصنع والمصور. يعني والمبيع. يعني يعطي خبز لو اكل نصه، كل واحد يعرف وين حدوده. تماما. فينا نساوي مصطلح انتربرينور اليوم، كله عم يشتغل لحاله كل شيء، ومو ضد سيدات منزل كثير عملوا هالموضوع. مالي حاسس اخذت الفقره حقها بالوقت، لذلك بدنا الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده اكيد نرجع نكمل ونفتح هذا الباب، نحكي بتفاصيل وامثله اكثر، نحكي بتفاصيل اهم كمان. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش.
يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. اليوم عم نعمل كيكة العدس ورح نعمل تبولة الكينوا. الكيكة حضرناها بالفقرة الأولى. هلأ بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض ما عدا الجبنة وخليط البذور ضربتهم بالخلاط شوي هيك لحتى أخذ قوام مثل قوام الكيكة. ورجعت أنا ضفت معلقتين من المي لأنه حسيت القوام كتير سميك، يعني بتكون تنتبهوا على هاي القصة. بعد ما خلطتهم ضفت الجبنة وخليط البذور وحطيتهم بقالب الكيك، دهنت القالب طحينة وهلا صاروا بالفرن على حراره 180. رح ياخذوا بين 30 ل 35 دقيقه. اكيد بعد ما طلع القلب من الفرن بتركه ليبرد شوي، بعدين بطلع الكيكه وبقدمها. هلا رح نعمل تبوله. هلا هي نفس مكونات التبوله بس رح نبدل البرغل بالكينوا. اكيد الكينوا هو خيار صحي اكثر. هلا البرغل كثير صحي بس في ناس بتتحسس منه وما بتقدر تاكله او انه بسبب لها هيك انه ازعاجات، فالبديل عنه هو الكينوا. البرغل نحن بالعاده البرغل الناعم اللي بنستعمله للتبوله بكفي انه انا انقع البرغل بالمي لحتى يطرى عندي وضيفه على التبوله، بس الكينوا ما بيمشي حاله بس انه انقع، لازم اسلقها، يعني الكينوا لازم تنسلق وبتاخذ شويه وقت بالسلق. هلا انا جبت اليوم لحتى فرجيكم اياه هون، عندي ثلاث الوان من الكينوا. دائما بعالم التغذيه كل ما كان المكون لونه اغمق في فوائد اكثر وعناصر غذائيه اكثر، بس يعني ما له هالفرق الكبير، بس انا حبيت تشوفوهم. الكينوا بتجي عندي البيضاء والحمراء والسوداء. اكيد اي مكون او اي لون هو اكيد خيار صحي، بيفرق مثل ما قلت شوي انه كل ما كان اغمق العناصر الغذائيه بتكون اعلى ووقت السلق. هلا انا لانه كميتي كثير قليله رح اسلقهم مع بعض، بس اذا بدي اسلق كميات اكبر بسلق كل لون لحاله لانه الابيض بياخذ وقت اقل، بعدين الاحمر، بعدين الاسود بالسلق. هلا هون رح اضيفهم مثل ما قلت مع بعض، لانه انا رح اضيف تقريبا يعني معلقه ونص من كل لون، وهن تقريبا رح يعني بيطلعوا نص كوب اللي رح استعمله. هلا رح اتركهم، المي ما ضفت له شيء ابدا، رح اتركهم ينسلقوا. بياخذوا تقريبا بين ال 15 لل 20 دقيقة. كيف بعرف انه الكينوا انسلقت واستوت؟ هلا ممكن ذوقها شوف انه اذا استوت، او ممكن على النظر بصير الحبة دايرة هيك، اكيد رح تكبر الحبة رح تنفش ورح يصير الداير تبعها شفاف وفي نقطة هيك بتحسوها هيك اغمق بالنص. هيك بكون عرفت انه الكينوا استوت. اكيد هلا بعد ما تستوي رح صفيها وبردها قبل ما اضيفها للمكونات الثانية. مكونات التبولة عندي 5 كوب من البقدونس المفروم ناعم، اكيد المعقم المنشف والمفروم ناعم. عندي حبتين من البصل الاخضر، راح اضيف نص كوب من النعنع الاخضر الفريش. اكيد يعني بنتبه كثير انه انا اغسل هاي الاعشاب بطريقه كثير صح لحتى لانه رح ناكلها نيه لحتى اكيد يعني يتفادى الامراض وهالقصص. عندي 3 حبات من البندوره. هلا البندوره اللي بستعملها انا بهذا الموسم هي البندوره الصغيره لانه بتجي ماكنه اكثر ماسكه حالها اكثر. اذا البندوره كانت وسط ممكن استعمل حبتين، اذا كبيره ممكن استعمل حبه واحده بس. يعني دائما التبوله السوريه كميه البندوره ما بتكون فيها كثيره، وبنحط كميه اضافيه على الوش. هلا اخر شيء الدريسنج، عندي ربع كوب من عصير الليمون، رح اضيف معاهم ربع كوب من زيت الزيتون ومعلقه صغيره من الملح، رح تبلهم وخليهم على جنب لوقت التقديم لحتى ما تدبل عندي الاعشاب اللي استعملتها. اكيد هلا انتم بنهايه الحلقه رح تشوفوا النتيجه النهائيه لاطباقي لليوم. هلا رح ترجعوا لعند المذيعين وانا بكون زبطت اطباقي وبلاقيكم باخر الحلقه ان شاء الله. سلام ايديك يا شيف. رح يروق الدكتور زياد على وصفتك اليوم لانه كلها صحيه، كلها مكوناتها تقريبا نباتيه وغنيه بالفائدات. سلم ايديك يا شيف ويعطيك الف عافيه. شكرا كثير لك. وهلا وصلنا لفقرتنا الطبيه ويلي بالفعل بتهم الكثير من الاهالي يا ورد، لانه بعض الاشخاص ممكن يعانوا او الاهالي من خوف شديد مجرد ما ينذكر قدامهم كلمه هرمون قد ايه ممكن ياثر على اولادهم. قصر القامه عند الشخص يمكن من اكثر القصص يلي بتخوف الاهل، ببلش قصة القلق الخوف، ومن بعد التحاليل والأسئلة والاستفسارات الكثيرة عن هذا الموضوع كرمال أنه يقدروا يتفادوه من أوله 100%. فلذلك مشاكل قصر القامة واحدة من المواضيع يلي بتشكل هاجس عند الأهالي بما يخص أطفالهم وصحتهم. فكيف ممكن الأهل يكتشفوا إذا طفلهم أو طفلتهم عنده أو عنده قصر قامة فعلا؟ إمتى بقول عن الطفل أنه قصير؟ شو العوامل اللي بتلعب دور بهالفكرة؟ كيف ممكن نتدخل؟ شو العمر المناسب لنتدخل هرمونياً
أو دوائياً أو حتى غذائياً، وتفاصيل كثيرة رح نجاوب عنها مع دكتور زياد زودي استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري، وحضرته من باريس إجازته. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك ولد. يا هلا. أهلا وسهلا صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا ببداية فقرتنا لليوم أنه من أكثر المواضيع يلي بتخوف الأهالي هي المواضيع يلي ممكن يكون فيها إشارة أو دلالة على خطأ بالهرمونات، وقصر القامة من أكثر القصص يلي عن جد بيلاحظوها الأهالي وبيحاولوا يعرفوا معلومات أكثر عنها. نحن معك اليوم لحتى حضرتك تخبرنا عن المعلومات الصحيحة. هلا بدي أقول لكل مشاهدينا، نحن وقت يسألونا أنه قصر القامة مرض، بنقول لهم دائماً طول القامة بيعكس صحة الطفل. يعني بس يكون في تقصير بالطول بدنا ندور على سبب. تمام. لأنه بيكون في عنا مرض معين. هلأ طبعاً في عامل وراثي بيلعب دور، في البيئة العائلية بتلعب دور، في عنا كمان العامل النفسي بيلعب دور بالنسبة للطفل؟ بالنسبة لطول الطفل. أوكي. نحن بنلاقي أوقات وقت يكون في شجار بين الأم والأب بشكل مستمر، بنقيم الطفل بنحطه عند الجد أو الجدة، بيرتاح وبينمو أكثر. بينمو أكثر، يعني عامل نفسي عامل مهم. هرمون النمو هرمون بينفرز من الجسم بشكل فيزيولوجي، ووجوده بشكل طبيعي وإفرازه نبضي يعني يومي وبشكل مستمر، وبينفرز أكثر شيء ليلاً. مشان هيك نقول لهم لكل يعني الأهالي مشان الأطفال إنه يناموا ليلاً، ما يضلوا يلعبوا على الموبايلات وعلى الآيباد بشكل مستمر. صحيح. هي شغلة مهمة. الرياضة بتحفز إفراز هرمون النمو، كل أنواع الرياضات بتحفز إفراز هرمون النمو. نوع الطعام كتير مهم، يكون طعامنا طعام كل الأسرة طعام صحي غني بالبروتينات غني بالمعادن، فقير بالشغلات الجاهزة الفاست فود. بالنسبة للأمهات الولد يلي بيعذب بالأكل، يعني ما بتخيل قد ايه المهمة صعبة. ايه بس دائما بيقلد الطفل، بيقلد أمه بيقلد أبوه. إذا أنا بدي أجيب بيتزا وبدي أجيب كرواسون وبدي أجيب كوكاكولا على البيت ومكعبات والنودلز يلي أكيد بده ياكل الطفل مثله مثل. صحيح. نحن دائما العيلة شو نحن بنساوي شو بنعلم وين بتزرع الطفل بأي بيئة رح يطلع تماماً. بيشبهها. صحيح. تماماً. نحن بدنا وقت ناخذ طفلنا لعند الطبيب الاطفال نعطيه اللقاحات، كان عم يذكر ورد انه اي عمر فينا نبدا نعالج الطفل. هلا المدرسه الامريكيه بتقول فينا نبلش من عمر السنتين. أه. نعطي هرمون النمو، لانه هرمون النمو هو بينفرز مثل ما قلنا من جسم الانسان، بس صار في دراسات عالميه وموجود بالعالم من اكثر من 70 سنه. وهو نفسه الموجود يعني دوائيا نفسه الهرمون النمو البشري. حلو. ما له اي تاثير جانبي، بينعطى بجرعه يوميه باشراف طبي. طبعا باشراف طبي، مو بينعطى مره بالاسبوع او مره يعني كل يومين ثلاثه، وبتوقيت معين. تماما. يفضل مساء حتى نحاكي الفيزيولوجيا الطبيعيه للجسم. تمام. هلا الشغله الثانيه المهمه بدنا نقولها لكل مشاهدينا، وقت يولد الوليد اذا وزنه اقل من كيلين ونص أو طوله عند الولادة أقل من 50 سنتيمتر، يولدوا أوقات يعني إذا صغار أنهى إذا أنهى الشهر، يعني إذا الأم دخلت الشهر التاسع تماماً ولدت وليد طوله أقل من 50 سنتي أو وزنه أقل من كيلين ونص، هو رضيع أو وليد معرض 20% إنه ما يكسب طول مثل أقرانه. طيب دكتور، امتى بقول عن طفل انه هذا قصير؟ يعني انا كمدرس ابتدائي لنفترض عندي عم درس صف ثاني ثالث، امتى بقول انه فلان قصير فلان طوله مناسب؟ فيني احكم انا كغير متخصص؟ هلا وقت تقارنه مع رفقاته بنفس العمر يبين. يعني بالصف كلهم بيكونوا بنفس السنه ولداني، في شهر شهرين بين بعض. أوكي. يبين. هي اول شغله. الشغله الثانيه وقت ياخذوا الطفل يعطوه لقاحاته عن طبيب الاطفال، في عنا جداول نحن وجداول عالمية موجودة. صحيح. حتى موجودة عنا بالعيادة بنوزع مجانا. موجود لكل عمر قديش لازم يكون طول الطفل اكس واي حسب العمر. تماماً. حسب الوزن. تماماً. حسب الأمور. تمام. كلها لكل عمر له طول معين. الجداول هي جداول عالمية. بس انه فينا يعني نعتمد عليها لانه احنا ما عنا جداول تابعة لإلنا يعني. والله لازم يصير في دراسات بكليات الطب عنا، وهي يمكن اطروحات دكتوراه او ماجستير للطلاب يدرسوا انه قديه الطول المناسب او الطول المعياري خلينا نقول. لا هو معك حق،
بس الجداول العالمية بتعطينا فكرة منيحة. حلو. بعدين فين دائما بنقول لكل مشاهدينا إنه وقت يولد الوليد طوله عند الولادة 50 سنتي، بنهاية السنة الأولى بيصير طوله 75 سنتي، يعني بالسنة الأولى بيكسب 75 سنتي. بيكسب 25. 25 بيصير طوله 75. أوكي. بيولد 50 سنتي بيكسب 25 سنتي، بنهاية السنة الأولى بيكون طوله 75 سنتي. تمام. بالسنة الثانية والثالثة بيكسب 10 سنتي، يعني بنهاية السنة الثانية بصير طوله 85 سنتي. بنهاية السنة الثالثة بصير طوله 95 سنتي، بعدين بيكسب 5 5 5 لمرحلة البلوغ. هلا في عندنا هبة هي هبة البلوغ، والاعتقاد الخاطئ والشائع المركز عليه دائما انه ما في طول للعمر ال 17 وال 18 يعني دائما هي دكتور معه وقت لبكره هبه ال 18 ما في صار بلوغ سنه كترت سنه ونص بعد البلوغ تصلبت المشاشات لو اجت الدوره الشهريه نقطه وغبتها للبنت غبتها دكتور لو غبتها من اول نقطه بتيجي معناها سنه لسنه ونص وهالسنه الاولانيه هي المهمه اكثر طيب دكتور حضرتك عم تحكي او حكينا يعني ببدايه حديثنا عن مجموعه من المؤشرات في وقت الولاده ممكن الاهالي او الاطباء يلاحظوها على الطفل اذا كان عنده موضوع قصر القامه ومؤشرات اخرى حضرتك كنت عم تحكي عنها سواء عنا الوراثه او حتى تفاصيل ثانيه كنا عم نحكيها بالطول يلي ممكن يكتسبه الولد طيب اليوم في حال الأهالي ما كانوا منتبهين شو في إشارات ممكن تنبهن بالفعل أنه هن بيقدروا هلأ حاليا يتوجهوا لعند الطبيب كرمال يبلش بمرحلة العلاج ولا هي المرحلة بتحتاج لوقت كتير طويل؟ إحنا كل ما بكرنا بالعلاج كل ما استفدنا أكثر يعني إحنا مثل ما عم نقول من عمر 4 سنوات هلأ المدرسة الأمريكية من 2 سنين المدرسة الأوروبية من 4 سنين خلينا نقول نحن حل وسط 3 سنوات 4 سنوات إذا الـ4 سنين عم نلاحظ نحن أنه طفلنا بالروضة بالنسبة لأقرانه هو أصغر منهم لازم نراجع طبيب طيب وإذا أبوه قصير وأمه قصيرة بقى وراثة ورد الهرمون النمو أخذ FDA approved لقصر القامة العائلي مو من هلأ من عدة سنوات حلو يعني إذا الأب قصير قطعته ناعمة الأم قطعته ناعمة رح يتأثر أكيد ابننا بس نحن بهرمون النمو ممكن نساعده لابننا او لبنتنا وكل ما بكرنا باعطائه كل ما استفدنا كل شهر بشهر ببين معنا قديش عم يكسب ابننا طيب امتى بنقول اتس تو ليت فات الاوان بعد البلوغ بسنه ونص وشو اللي عم يصير هدول الابر اللي بنطقهم وبنشربهم لاولادنا ما بيفيدونا شيء والارجينين طيب. والقصص نحن الارجينين ب 2017 نحن صرنا هلا بال 2024 صار لها 7 سنين دراسة أوروبية كتير مهمة 30,000 طفل عطوهم أرجينين و30,000 طفل عطوهم بلاسيبو يعني مي لونوها علاج وهمي حتى ما ينعرف والدراسة كانت مماثلة يلي أخذوا مي مثل اللي أخذوا أرجينين الأرجينين هو موجود هو بروتين هو حامض أميني موجود باللحمة موجود بالبياض البيض موجود بالجبنة طبعا إذا نحن عم نأكل أكل صحي ما رح يقدم ولا رح يأخر المصاري بدنا نحطها على الأرجينين نحطها على هرمون على النمو تمام وهرمون النمو بيتاخذ حقن مشرب تمام أنا عم حاول أجمع كل شيء شغلات هيك شعبية شائعة تماما يمكن تنطرح عندك بالعيادة مشان نشاركها مع كل مشاهدينا حكينا عن الأرجينين حكينا عن الإبر اللي بكسرها وبشربها لطفلي طب في إبر الكلس بيقول لك أنا ضربت ابني وبنتي هي وعمرها 8 سنين 9 سنين شي 17 إبرة كالسيوم نحن ورد الكلس ضروري للعظم لحتى وقت نحن عم ننمى بس كمان في الفيتامين د يلي هو الشوفير يلي بيحمل الكلس وقت نحن من الامعاء ليفوتوا للدم لازم الفيتامين د كلنا شو ما كان عمرنا بحاجه ل 50,000 وحده دوليه من الفيتامين د شهريا تمام الكلس اذا نحن اكلنا صحي عم ناكل جبنه والحليب واللبن احسن من اللبنين بس نقطف اللبن حوله للبنين المي اللي بنروحها هي غنيه اللبن. هي غنيه بالكلس كافيه ما بدنا كولا هي كثير شغله مهمه والمشروبات الغازيه والاجبان اللي بتندهن هي كثير سيئه والمعلبات كلها اذا اكلنا صحي نحن عم ناخذ كلس من
مصدره مع الفيتامين د مثل ما قلنا. اوكي. هلا صوفي نحن ندور في عنا اذا دائما بنركز على تي اس اتش، تحليل الغده الدرقيه ضروري لكل وليد بالايام الاولى من حياه الوليد. بياثر على الطول كثير. تماما. شغله ثانيه، اي طفل عنده مرض جهازي، عنده سكري الطفل. السكري عند الاطفال هو سكري يعالج بالانسولين حصرا. اذا ما عم ياخذ الانسولين المناسب، ما عم نحن عم نحاكي الفيزيولوجيا الطبيعيه، معناتها الطفل ما راح يطول مثل اقرانه. تمام. اذا عنده اسهالات، عنده سوء امتصاص، اذا ما عالجنا سبب سوء الامتصاص هالطفل ما راح يطول مثل اقرانه. ما نعطي لطفلنا صدات حيويه وقت يجرب وقت يرشح، لانه هو فيروس. تماما. الفلورا الموجوده بامعاء طفلنا ضروريه جدا حتى تحميه، حتى مقاومته تكون جيده. يحاولوا الاهالي دائما يعتمدوا يعني على موضوع المناعه. كثير بسيطه دائما بنركز عليها بحلقاتنا حتى يكون في وعي طبي. نحن برنامجنا برنامج توعوي. صح. كثير شغله مهمه. دكتور، بما انه عم نحكي عن التوعيه الطبيه، في كثير عن جد اليوم من الاهالي يمكن نصادفهم بحياتنا اليوميه بخافوا من فكره انه هن يروحوا على الطبيب كرمال ما يواجهوا المشكله، يعني ممكن انه يلاحظوا عده اشياء او عده اعراض على اطفالهم، يخافوا من قصه لما ينحكى مثل ما ذكرنا موضوع الهرمون، فما بيعملوا التحاليل الطبيه، ما بيلجأوا للطبيب، كيف فينا نحن نطمن هدول الاهالي انه دائما الاستشاره الطبيه هي لها الدور الاول والاساسي بالتشخيص المبكر للمرض، وبالتالي انه نحن نقدر نعالج ونحاول انه ننتهي من هذا المرض بفترات مبكره كرمال ما نوصل لمراحل يصير نحن ما عاد قادرين نضيف او نعدل او نعمل اي يمكن علاج لهدول الاشخاص. نحن العباره اللي بنسمعها بشكل يومي بعيادتنا ما بدي العب بهرموناته. لو طفلنا طوله مثل اقرانه ما بحاجه اذا كانت تحاليله واموره الثانيه جيده، طالما عنده قصر بالقامه مثل ما قلنا قصر القامه بيعكس مشكله صحيه. نحن ما بنلعب بالهرمونات، طبيب الغدد هو دارس وعم يصلح خلل موجود. صحيح. الكلمه اللي بنسمعها دكتور بيساوي عقم هرمون النمو، هو بيعمل بلوغ مبكر. تماما. هرمون النمو ورد مانه هرمون جنسي، ما بيسرع بالبلوغ. هلا المشكله اللي بتصير اذا ما كان في عنا خبره، اذا الطبيب مانه خبير او صيدلي، يعني نحن سهوله الحصول على الدواء عندنا ببلدنا مشكله كبيره. بياخذوا بعض الابر رح سميها مثل الديكادورابولين. هي فيها حتى بالنوادي الرياضيه بياخذوهم، هي بيسرعوا بالبلوغ. هي ما لها هرمون، ما لها ابر لتطول. نحن بنعطيها اوقات، هي اذا كان طفل صار مراهق ومتاخر بلوغه، يعني متاخر ما عنده علامات جنسيه ممكن نعطيها، بس اكيد ما بنعطيها لعند طفل مقصر بالطول حتى نسرع له ببلوغه. اوكي. هرمون النمو ما بيساوي عقم، هرمون النمو ما بيسرع بالبلوغ، هرمون النمو موجود بالعالم وامن من 70 سنه. اوكي، وهو امن هرمون بصراحه، يعني اكثر هرمون اذا اخذ بجرعات يوميه ومعتدله وباشراف طبي ما بيسبب اي مضار اخرى. شكرا لوجودك. بدي اقول بس جمله واحده، في بروفيسور اجى من فتره حضر مؤتمر كثير مهم، هو رئيس الجمعيه الاوروبيه عم بيقول انه 80% من اعطاء هرمون النمو بالعالم لناس هرمون النمو عندهم لاطفال، يعني هرمون النمو عندهم بالتحليل الطبيعي. وكمان تحليل هرمون النمو بحالة الراحة ما له قيمة. نعمل صورة للعظم. امتى دكتور احنا فينا نعمل هدول التحاليل كرمال ناخذ النتيجة؟ هلا ما في مكلف اذا بدنا نعمل هرمون النمو لحاله، بدنا نعمل كل نص ساعة نحرض. اذا عملنا شيء بسموه الاي جي اف 1 اللي هو مستقلب هرمون النمو بيعطينا فكرة. نعمل صورة للطفل للركبة وللكوع إذا صغير ما بيفيدنا شيء لأنه بده تطلع الصورة أصغر من عمره. طبعا. الحقيقي. يعني هي في أمور كتير يعني واضحة حتى مشاهدينا ما يتكلفوا كمان. ما يتكلفوا. صحيح 100%. يعني دائما هذا الموضوع بخص وبيعني كل الأهالي، وأكيد لا يمل منه لأنه بالفعل اليوم دائما كل الأهالي بحاجة إنه يروحوا لعند الاختصاصي المناسب كرمال. كل ما رجعنا باكرا كل ما استفدنا، كانت الاستفادة يعني بشكل مبكر بيجوا وأسرع. وقت بعد البلوغ دكتور قد ما كلفت نحن ما بيجوا يعني لو كلفت قد ما كلفت فات. تمام. يلا شكرا دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك.
هنكمل بتقارير حلقتنا مشاهدينا مع التقدم الكبير يلي عم يشهده العالم لسد دمشقيين الأصليين محافظين على عادات وتقاليد هالبلد العريقة والغنية بالأصالة وأيضا الحضارة، وكثيرة هي المهن الجميلة والتراثية المشهورة يلي وصلت لكل مكان بالعالم، والناس بخارج سوريا أبدوا إعجابهم الشديد بمهارة صناعتها. تماماً يا ورد، 100% كلامك، وكمان ظلت هي المهن هي عنوان وتاريخ للبلد. من هي الصناعات العريقة، البلوكار والأغباني والنول وغيرهم من القطع يلي مستحيل ما يكون في حدا بحبها أو على القليلة هيك عنده قطعة صغيرة كذكرى مهمة بحياته. الحلو بالموضوع أنه الأجيال الجديدة يلي عم نشوفها حالياً لسه عم ترجع تعتمد هي القطع بيومنا الحالي وعم تهتم فيها. أكيد لنعرف تفاصيل أكثر عن صناعة الأغباني والبروكار وقصة هي الأقمشة، خلونا سوا نتابع التقرير القادم. والدي الله يرحمه من سنة 1900 ولهلا نحن توارثناها عنه، بنشتغل هالصنعة هي. اي نعم، صار لي أكثر من 50 سنة يعني بشتغل بهذا المحل، محل والدي هذا. بنشتغل مصنوعات شرقية، لبس عربي قديم دمشقي يعني من 100 سنة لهلا، هذا اللباس العربي التقليدي لسوريا. لجميع محافظات سوريا وبلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين واللبنان. هذا اللباس بيقولوا لباس الصايق، ماش الصايق، مشغول على النول العربي اليدوي، كان قديم هذا، كنا نشتغله لحد سنة 70 أو 75، من سنة 1920 أو ما قبل، على النول العربي. هلأ اتطور صار على النول الأوتوماتيك على الكهرباء يشتغلوا. هذا تركيب القماش قطن حرير، بس كان قديم يشتغلوا من الحرير الأصلي من دودة الأز ويحتفوه بالقطن 100% من الساحل السوري، بلدة اسمها دريكيش، يشتغلوا ويربوا الحرير ويبيعونا اياه، نحن نشتغلوا يعني نكوفوا ونلونه اللون الألوان اللي بدنا اياه. هلا تغيرت، هلا صار، كان بالاول على زمان والدي يعني عنده شيء اقل من 10 موديلات، هلا صار عندنا اكثر من 100 موديل. تطورت الرسمات، كان محصور للرجال يعني كان يلبسوا انباز ميتان صدريه، هلا قلابيات صار رجالي نسواني ولادي هيك. هلا واختلفت الموديلات، وبالإضافة لماش اللبس العربي، ماش الأغباني المطرز يأخذوا للبس العربي للقلابيات نسواني رجالي، وصار للشرشف الأغباني هذا مشهورة في دمشق، يشتغلوا بيروح لدول العالم كله بيعرفوا من الشام هذا جاي. هنا وفي عنا ماش البروكار الحرير الأصلي، هذا ماشو حرير أصلي 100%، في منه عدة رسمات. في عنا دامسكو كمان نشتغله على النول العربي قطن 100%، شال المفروشات الشرقية والبرادي. اي نعم، ونحن مختصين فيها، وإن شاء الله هلا عم نعلمها لأولادنا وأحفادنا إذا حبوا يكملوا بهالمشوار هذا. البروكار بيجي نسيج، أما الأغباني بيجي مطرز تطريز، كانوا تطريز يدوي بس بعدين صار نص يدوي على الماكينة مثل ماكينة الخياطة. وهلأ في بعض رسمات يعني من قلة الشغالات يعني هي عم يشتغلوا على الكمبيوتر. البروكار بنختار الرسمة نحنا هاللي ماشي وبيطلبوها الزبونات إلى عدية، هلا بتطلع يعني مثلا عندية الرسمة مثلا العصفورين او النقش العربي شي 7000 خيط، هي منرتبها ولهم كل خيوط عدة خيوط لهم الوان، بتنحذف باللون بالحرير الاصلي والقصب الاصلي
في منه كان قديم يشتغلوه بالخيط الذهب او الفضه، مرتبه لتروح نبعتهم على الصباغ، من بعد الصباغ تروح على المزيق، يعني بيقووه مواد يعني قويه مثل الصمغ، وبعد من بينشروه بينطفوه بيلفوه على كونان، بيروح لعند الملقي بيرتب الرسمه، وبعد ترتيب الرسمه نبعته على النول جاهز للشغل على النول، يشتغلوا النول العامل. يعني أربعة أيار عزراء عزراء عزراء، كيف حتكون للعزراء وللأبراج الإدعش اللي معنا نجلة أباني رح تخبرنا. صباح الخير، صباح الخيرات يا ورد، يسعد صباحك، صباح الخير يا هبة، صباح الخير للجميع، إن شاء الله تضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة وتكونوا مرتاحين ومبسوطين. اليوم العزراء بده لبعد الظهر، يعني ابتداء من الساعة واحدة وما بعد بيبلش بقى هيك تتفرفد أموره باتجاه الأفضل، هو والجوزاء والقوس أمورهم لسه بالنهار، يعني على الأقل هاي الفترات لسه ليست الأفضل. هلأ ما عم أقول ليست الأفضل بشكل سيء، لأنه بالأصل عطارد في برج الحمل، المريخ في برج الحمل، والزهرة في برج الثور، يعني كل الكواكب طبعاً إضافة إلى الشمس كمان في برج الثور، قصدي الكواكب عاملين سعادة لمواليد برج العذراء والجوزاء والقوس، بس اليوم حركة القمر مو كتير مريحة، بدي استحملنا شوي على الأقل لبعض الظهر. أنا برأيي الأشياء الصغيرة ممكن تعمل نوع من أنواع المضايقات، بس الأساسية لا، أموركم فيها جيدة. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل، اليوم كأنه عم تحاك ضده نوع من أنواع هيك المؤامرات، أو أصدقاء عم بيسيئوا لك اليوم، أو في شيء عم بيأثر على أعصابك ومعنوياتك. هلأ من امبارح أمورك ليست الأفضل، يمكن محتاج إنك ما تحكم أحكام متسرعة، يمكن عم تشعر بالمرارة أو عم بتميل للحزن أو للدراما. هلأ أنا بقول ما في شيء سيء للمساء، مثل ما قلنا أمورك أفضل بكتير، بس بالنهار ربما يتداول حولك شيء بطريقة مغلوطة. مولود برج الثور اليوم عم بيعالج مشاكله بحكمة، وأحد الأيام الجيدة لتتعرف على أشخاص جدد، لتستعيد علاقات قديمة، لتجذب الأنظار، لتشعر أنه في سفر، تعارف، أمور دبلوماسية، لترفع رصيدك لدى المحيط، الأجواء مفرحة، ممكن يبتسم لك الحب، وطبيعي بوجود زهرة ببرجك عم بيخلي عندك تعارف على أشخاص، إشراق أو سحر. لا تتردد بالذهاب لأي تجمع أو دعوة أو مناسبة، لأنه ممكن يكون في مفاجآت سارة. برج الجوزاء نهاراً بالتأكيد أمورك ليست الأفضل، بس كلما تقدم النهار رح تشعر أنه الأمور أفضل. بالنهار ممكن تشعر أنه في نوع من أنواع عدم الاهتمام أو تراجع معنوي أو نوع من أنواع النقاشات الغير مجدية. هلأ أنا بشوف أنه نغلط نحن، أنت بشر على كل الأحوال، الحوار مانو كتير سهل بالنسبة لألك اليوم، في ناس عم بيظلموك كأنه بأقوالهم أو بتصرفاتهم، بس مثل ما قلنا كلما تقدم النهار كلما أمورك أفضل. اليوم مولود برج السرطان محيطه العائلي إيجابي وجيد، حواليه وعود جديدة، كأنه في منافسة
تنجح باجتيازها كأنك مرغوب وتكسر حواليك الاتصالات. في شيء اخبار ان شاء الله تكون حلوة تحملك للإيجابية، تعرف على وجوه جديدة، دراسة مشاريع جديدة، بس الأمور يعني على كل إيجابية. أنت تستقطب الأنظار والأجواء حواليك مميزة. مولود برج الأسد كمان في احترام متبادل بينك وبين الآخرين، في شيء عم تمرقه بهاي اليوم، قاعدة أساسية لمستقبلك، عم تستعيد استقلاليتك، تؤيد أفكارك، في ناس عم يتجندوا لمساعدتك، مجموعات فكرية، مجموعات هيك عملت لك سعادة، أخبار طيبة أو حيوية. مولود برج العذراء مثل ما قلنا أمورك ليست في أفضل حالاتها، طبيعي بوجود القمر بالحوت عم بيخليك تدخل نقاشات أو تفاصيل عقيمة أو تكون أميل لتحل بعض المشاكل المتراكمة. هلا في تأخير أو تأجيل غير اللي حاطه ببالك أنت اليوم، في تسويف ربما، وربما تصطدم بحدا من الناس اللي حواليك اللي يعني ممكن يعملوا لك نوع من أنواع المشاكل العابرة. هلا أنا ما بشوف في شيء سيء على كل الأحوال، بشوف في يعني أخطاء بس انتبه لها لأنه ممكن تزيد مضايقاتك، بس اليوم بالذات يوم فيه نوع من أنواع الاستقرار المفقود لدى مولود برج العذراء. هلا بعد الظهر أمورك أفضل. مسؤوليات إضافية لمولود برج الميزان، عمل كتير، العمل اليوم عم يأخذ حيز من انتباهك، حاول تنتبه شوي على أمورك العملية، بحاجة لشوية تنظيم لأنه على الغالب الميزان متضايق من تأجيل، تأخير، أعطال، عناء عنيد أو طموح وحابب يأخذ قسط من الراحة. وأنا نصيحتي لك الحقيقة نملك نوم الظهر إذا قدرت، أو في شيء ممكن يكون اليوم مصدره نفسي عامل لك بعض المضايقات. هلا كمان ما في شيء سيء بس انتبه صحيا، انا بقول وجود المريخ في برج الحمل ممكن يجعل هذا الشهر ليس الافضل بالنسبه لك صحيا، ولا للميزان ولا للسرطان ولا لبرج الجدي. اليوم الامور جيده لمولود برج العقرب، عم تعترف باخطائك والناس عم يعترفوا باخطائهم وعم يعترفوا بجهودك. خليني اقول في مشاكل صغيره ممكن تلاقي لها حلول، يوم قادر تعبر عن نفسك، تحكي، تناقش، تساعد الآخرين بحل بعض المشاكل المعلقة، حظوظك مساعدة، عندك أعمال، أولويات، حظوظ إيجابية، سفر أو ترقية أو نوع من أنواع لك، قادر تحكي بدون صعوبات. مولود برج القوس اليوم أنت اللي متعب منك مرتاح، حاول أنه تستفيد من تجاربك وأخطائك لأنه دي ما رح يجيب لك نفع عموما، بحاجة لإعادة العلاقات لطبيعتها حواليك، بحاجة إنه تنتبه على التواصل مع محيطك، ما تحمل المحيط أخطاء ما نزمه، بالغالب أنت الآن من وعود قد لا تنفذ، تفتقد للسلام أو تشعر ببعض الضياع والقلق. الجدي عنده حركة، نشاط، مواقف إيجابية تتخطى هذا اليوم بهدوء، ما بعرف إذا السبب تصالح أو عم تحاول تزيل بعض الصعوبات أو عم تستفيد من علاقاتك، بس أنا بعتبر أنك عم تعيش نوع من أنواع الفرح نتيجة خطوة جديدة، نتيجة سعادة واستقرار، نتيجة تمتين لبعض الأسس، موعد أو لقاء مهمين بالنسبة لك، وتشابك المصالح موجود. هاي الأيام عم تزدهر الاتصالات وتتوضح الرؤية. مولود برج الدلو غالباً عم تحاول تعمل تحسن بأمورك المالية، بس أنا ما بشوف أمورك المالية كتير الأفضل على الأقل هالعشرين يوم، يعني كون الزهرة موجودة في برج الثور مانا كتير الأفضل لألك. حاول تتعلم معنا كلمة ادخار وتذكر إنه الشيء اللي بتحلم فيه محتاج لوقت، نظم مدخولك وتصرف على أساس إنه المفاجآت واردة، يعني انتبه من حكاية الصرف والتبذير لأنه ممكن أنك تدفع مصاريف إضافية هاي الأيام. مولود برج الحوت اليوم القمر ببرجك عم تحاول تنهي أعمالك الكتيرة، عم بتبس عواطف، عم تفتح بوابات مؤدية إلى مصالحات، قراراتك حكيمة اليوم مولود برج الحوت، مبتسم وترفض التعب وتحسن وضعك وعم تشرح آرائك كما يجب وعم تحضر للقاءات. يمكن أنا برأيي في إشراق واستقرار
حوالين مولود برج الحوت. إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع، وخليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 4، واتمنى له السعادة. شخص شديد الدبلوماسية، شديد اللطف، يكره الصدامات والمشاكل، بيخلي الناس تحبه، من الناس الكريم جدا، كثير الحنان، ناجح بالعمل الدبلوماسي، بيعرف كيف يقنعك بما يريد وبأسهل الطرق. لهم سمعة حسنة، محب إنه يمنحك راحة وإطمئنان. الأكثر حساسية وتحفظ من مواليد برج الثور، هادئ رزين، بيسيطر على أوضاعه، بحب الأصدقاء المخلصين، بالمجمل مبتسم دائما، هاي الابتسامة الطيبة، مرح ومحب للأصدقاء والسفر. الأمور جيدة بالنسبة له، إيجابية، السنة كتير مهمة كتغييرات وماشي بطريقة أفضل على الغالب، يعني سنة فيها تغييرات، بس هلأ لبلشت، لسه بيني وبينكم بدها لسه 16/5 كمان يعني لتبلش أو تترتب الأمور باتجاه الأفضل. هلأ الأمور مانا سيئة، بس سنة جيدة وإيجابية. رسائلكم أكيد على 18/45 من أي موبايل داخل سوريا. وفرح بن سلاف، سنة جيدة بالنسبة لك خاصة عاطفياً، عندك تغييرات عائلية يا فرح، سفر ربما إذا على بالك. مازن ابن سهام، أمورك جيدة جداً يا مازن، لكن ليس قبل السادس. الحقيقة أنه أنت بالشهر الأتعب، هذا شهر متعب بالنسبة لك، ما هو مريح، حاول أنك تروق شوي، ما تصطدم بمن حولك، وخفف صرف. ومراراً بقلك هاي القصة، لأنه في مفاجآت واردة على الصعيد المالي. هلأ بدك للسادس، حاولوا تكون رسائلكم في يوم شهر سنة واسم على 18/45. هويدا عويس، يسعد أوقاتك يا هويدا، والله مو قبل حزيران، رغم أنه هذا الشهر جيد، بس المشكلة عم تجي فيه هيك هبات مو مريحة مثل هاليومين ثلاثة، بيرجع بيجي كم يوم حلوين مثل اليومين ثلاثة الجايين. بس بكل الأحوال أنا لا أعتقد في تغييرات جذرية إلا بالعمل، العمل متاح لك في التغييرات. هلأ الأكثر تعباً على الغالب هي الأمور العاطفية اللي رح تتحسن بالسادس. جعفر عم بيسألني مع سناء، عم بيقلي في مشروع خطبة، العلاقة الأفضل يا روحي، العلاقة الأفضل، علاقة جيدة جداً جداً جداً، والسنة لألكن كتير مناسبة. هلأ لبلشت، أنا أنصح بهذه العلاقة، لأنه أنتوا كتير متشابهين، بالكن طويل واهتماماتكن منزلية طبعاً إلى جانب العمل. مصطفى حجر حيم، يسعد أوقاتك يا مصطفى، والله أمورك ضمن إطار جيد، بس أنا برأيي ليس قبل الصيف يا مصطفى، يعني بدك لسه للصيف لتترتب أمورك ولتكون أمورك أفضل. اسمي سناء، يسعد أوقاتك يا سناء، أمورك جيدة جدا يا سناء ابتداء من هلأ، يعني هي بلشت 1/5، إذا بدك اليوم 4/5، الأمور رايحة باتجاه الأفضل، وعندك سنة كتير مهمة وإيجابية. حابب تساعدني كان؟ حابب ساعدك وساعد كتار، كان عيد ميلادهم مبارح، قال 3/5. ماجد عم يراسلنا من حمام، ماجد مكية، 3/5/99، قال بينظلموا اللي بيجي عيد ميلادهم يوم الجمعة. كل عام وانت بخير، اسمع حظوظة، امورك جيدة يا ماجد، كل عام وانت بخير، امورك ايجابية وجيدة، والسنة بالنسبة لك حلوة، بس هلأ لبلشت، وبيني وبينك بدها لسه لنص الخامس، يعني بدك لسه 10 أيام، بس أمورك رايحة باتجاه الأفضل. هلأ أنا كمان عندي معايدة لقاسم، وسام قاسم، كل عام وأنت بخير يا وسام قاسم، وتضلك دائماً بخير. ريم عم تسألني عن أموري، يسعد أوقاتك حلوة يا ريم، والله غالباً في سفر، في شيء بدي بارك لك فيه، فالله يقدم لك فيه الخير. آمين يا رب للجميع.